برمضان 2020 لابد أنه نفكر بتخصيص مجموعة من الأزياء الخاصة بالشهر الفضيل، واللي لازم تكون محتشمة ومريحة بنفس الوقت، مع أنها تكون أنيقة ومميزة. ولنسهل عليك الأمر، بتوفر لك سيداتي أبرز أزياء رمضان 2020 بالأسلوب العصري من عروض ربيع 2020 مع طرق تنسيقها بالطريقة الصحيحة. تعتبر الفساتين الطويلة واحدة من أبرز القطع المحتشمة والمريحة، شفناها على منصات العروض لربيع 2020 بتصاميم متنوعة، بعضها إجا شبيه بالجلابيات مثل هالتصميم باللون الأبيض من مجموعة توري بيرج. كما عرضت علامة تمبرلي لندن فساتين طويلة بنقشات حيوية ضمن مجموعتها، وهي كتير مناسبة لشهر رمضان. نسأل الفساتين الطويلة المريحة مع التيربان لإطلالة جذابة نهارية. تضفي التنانير الطويلة لمسة جذابة ومنعشة على الإطلالة، فضلاً عن كونها مريحة خلال فترة الصيام. رصدناها بتصاميم متنوعة تراوحت بين طبعات الورود عند كارولينا هيريرا، والتقليمات عند ألكسندر ماكوين، والكارو على منصة كريستيان ديور. نسق التنانير الطويلة المزركشة بالطبعات مع توب أو قميص بلون سادة لتفادي المبالغة بالإطلالة. وانتبهي، الطبعات الكبيرة ما بتليق أبداً بصحبات الأجسام الممتلئة. تألقي خلال شهر رمضان 2020 بأجمل تصاميم القمصان الطويلة، اختاريها بالألوان السادة مثل ما شفناها عند رايز فان ناتن إذا كنت عريضة الأكتاف، كما وفيك تختاريها بنفحة صيفية من خلال التقليمات أو النقشات مثل ما رصدناها عند عرض بربري لربيع 2020.